جدا هنا في نادي الصيد انا وزملائي اعضاء مجلس الاداره على اقامه احتفال كبير لستة كانون عيد الجيش العراقي، واليوم نحتفل بالذكرى 101 لهذه المناسبه العزيزه على قلوب العراقيين من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه. فلا يكاد هناك تجمع على احتفاليه مثل ما هي على ستة كانون. وفي فقرات الحفل تم تكريم الضباط، قسم منهم متقاعدين وقسم منهم مستمرين بالخدمة لما قدموه من تفاني في الدفاع عن أرض وسماء الوطن. أتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة للشعب العراقي وللقوات المسلحة العراقية ولكل منتسبي وضباط وزارة الدفاع، أبطالنا الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل حماية العراق. إن شاء الله سيبقى هذا البلد أمين وآمن بهمة وشجاعة القوات المسلحة العراقية. نهنئ الشعب العراقي كافة بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، مناسبة 101 لتأسيس الجيش العراقي الباسل. نهنئ كل إخواننا القادة والآمرين والضباط والمنتسبين بهذه المناسبة العزيزة. حفظ الله العراق، شعب العراق وجيش العراق من كل مكروه. هذا الجيش عزيز على قلوب كل العراقيين لأنه يعني ويهم كل العراقيين من الشمال إلى الجنوب، من كردستان إلى البصرة. فيا ربي إن شاء الله كل سنة وكل عام جيشنا من تقدم إلى من أفضل إلى تقدم أكثر. وأيضا أتمنى أن يكون الأعوام المقبلة أعوام رخاء، أعوام أمان، أن يتفرغ الجيش العراقي للبناء، أن يتفرغ الجيش العراقي للقيام بمهام أخرى من أجل رفعة الوطن، من أجل القيام بمهام من شأنها إعلاء وبناء وازدهار العراق.